خيل الآن في الخانة الأولى وبانتظار انطلاقة هذا الشوط. انطلقت الآن الجياد في شوطها الثالث، الشوط الرئيسي على كأس دورة عز الخيل 17، والمقام على مسافة 1600 متر لجياد وأفراس. الإنتاج مفتوح الدرجات، عمره 3 سنوات، وقيمة الجائزة 400,000 ريال، وانطلاقة سريعة. وشاهد في المركز الأول الآن تقدم للجواد ملاوي الآن في الصدارة بالمركز الأول، وهناك أيضا متابعة من بقية الجياد. الآن محاولات من رقم 19 المستكم الآن في المركز الأول من الخارج، وأيضا محاولات الجواد جاسور في المركز الثاني، بالإضافة إلى محاولات لا مجال في هذه الأثناء من الداخل. والصدارة للجواد المستكم الآن في المركز الأول، متابعة من 11 جاسور في المركز الثاني، والعز لله يظهر أيضا في المركز الثالث مع اقتراب الجياد ومع أخذها للمنعطف الأخير لها في هذا الشوط. والتنافس يجمع كل من الجواد المستكم الآن في هذه الأثناء مع الجواد جاسور، وتنافس ثنائي بالإضافة إلى تقدم الجواد العز لله في هذه الأثناء. الآن محاولات للتنافس والدخول بقوة في هذه اللحظات، محاولات العز لله للتقدم الآن والصدارة، كما تلاحظون ما شاء الله لا قوة إلا بالله للمستكم، ودخول أيضا بقية الجياد، والمستكم يحسمها لمصلحته. ألف مبروك.